انا اسمي معاذ محمود صالح، رحت الاسماعيلي كان بيقعدوني، بابا بيقول لي انت عملت ايه؟ قلت له بابا الحمد لله لعبت حلو. بابا عايز افرحه وانا ما كنتش بلعب، كنت من جوايا كنت ماسك نفسي، باجي نايم ما كنتش بعرف انام. بقى يجي معاذ شكله متغير، فايه يا معاذ وكده، يقول يا ماما انا ظلمت هناك. فعن قلت له خلاص كلم ابوك، قال له انا ظلمت والفلوس اللي انت هتدفعها لنا في الصف الباقي دي حرام، اصرفها على اخواتي. الناس لما اشوفهم في الشارع بيقعدوا يقولوا لهم ميسي، هما بيقولوا لنا ميسي عشان لعب زيه. انا بحبه من صغري وبجيب فلالينه وبجيب اعلق صوره، وهو ميسي اعظم لاعب في العالم ان شاء الله ما ربنا يكرمه بره. اول حاجه عايزه اشوف ميسي اتصور معاه. وشفنا كابيتانو مصر في التلفزيون، اما محمود قال لي ايه تعالى بقى نروح نقدم له، قال لي ده حلم معاذ اجابه.